القلوب تهتف بحب أهل رمضان، شهر المحبة والغفران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أصدقاء، كيف حالكم؟ أنا أشتقت لكم كثيرا، وجئتكم اليوم بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا أهل الريان. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تنضموا لأسرتنا، أسرة رياحين المستقبل. كيف حالكم يا أحبائي؟ صياما مقبولا وإفطارا شهيا بإذن الله. سالي، هيا تعالي لنصلي معا. حسنا أمي سآتي، ولكن بعدما نصلي أريد أن أسألك سؤال. حسنا، هيا لنصلي الآن. أمي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا حبيبتي، والآن اسأليني. حسنا أمي، ما فوائد الصلاة؟ سؤال جميل يا سالي، أحسنتي. أولاً، الصلاة تجلب الرزق. ثانياً، تحافظ على الصحة. ثالثاً، تدفع الأذى. رابعاً، تقوي القلب. خامساً، تبيض الوجه. سادساً، تدفع عنا جميع الأمراض. سابعاً، تفرح النفس. ثامناً، تذهب الكسل. تاسعاً، تنشط الجوارح. عاشراً، تمدنا بالقوة. 11، تشرح الصدر. 12، تنور القلب. 13، تغذي الروح. 14، تجلب النعمة. 15، تدفع النقمة. والآن أخبريني أنت بمعلومتين تعرفيهم، ألا تعرفين بعض المعلومات؟ بلى أعلم. 16، تبعدنا من الشيطان. 17، تقربنا من الرحمن. أحسنتي. سبحان الله، كم فوائد الصلاة عظيمة. نعم يا حبيبتي، عظيمة جدا، وعلينا أن نبقى ملتزمين دوما في أداء عبادتنا، لأن الله تعالى أخبرنا في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا لك يا أمي لأنك أجبتني على سؤالي. هذا واجبي يا حبيبتي، لا تترددي بأن تسأليني كل ما يخطر على بالك شيء لا تعلمينه. حسناً إن شاء الله. إلى هنا يا أصدقاء انتهى فيديو اليوم، أرجو أن تكونوا استمتعتم معنا، والآن نستودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن نلقاكم مجدداً. دمتم بألف خير.